السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. هنا ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال الانتفاخ عند الارانب. يعني الانتفاخ كل شيء المربين كيخافوا منه، لان في الحقيقة كيأثر بشكل كبير على الارانب، خصوصا الارانب الصغار. يعني شحال من واحد كيكون كيشوف ارانب الصغار بحال هكا، كيسمو كيبقى يدير كيتمناهم انهم يكبروا دغيا. يعني كيبقى يعطيهم اكل اكثر من الحد، يعني كيبقى يدكهم حنا كما كنقولوا. هي فعلا الارانب خصهم يتغداو جيد، الاكل مزيان، ما تنساوش بالماكله، ما تنساوش بالماء، ولكن ماشي نبقاو نعطيهم كميات كبيره ونعرفوا اشنو نعطيهم. ولكن الانتفاخ، شنو هو الانتفاخ؟ قضية ديال الاكل، ماشي الكميات ديال الاكل ماشي هي المشكله، وانما المشكله وهو شيء واحد، ان الناس اللي ما دايرينش علافات بحال هذا الشكل هذا، انتما كما كتشوفوا معايا، يعني مثلا كيديروا لهم غير واحد الاناء وكياكلوا فيه. اشنو كيبقاو يديروا؟ كيبقاو هذوك الارانب كيطلعوا فوق من هذاك الطبسيه ولا اي حاجه كتكون تربيه ارضيه، يعني ما عندهمش علافات العربيه، ما عندهمش علافات. اشنو كيديروا هذوك الارانب؟ كيطلعوا وكي كي كي كيوسخوا يعني الفضلات ديالهم ديال الارانب اعزكم الله، وكي كيفزقوا فوق منه. اش كيدير المربي؟ كيجي وكيحط اكل اخر فوق هذاك الاكل، هو كيكون متصلب هذاك الاكل صافي، لان يعني الفزق ديالهم هما ملي كيفزقوا فوق يعني الاكل، كيلصق هذاك الاكل. كيبقاو هما كيبقى المربي عفوا كيبقى يزيد فوق هذاك الاكل. هما بحال نقولوا في الليل ملي كيجوعوا سمو كيديروا كيوليو ياكلوا اي حاجه، ممكن هذاك الاكل الموسخ كيبقاو ياكلوه. الا مشاو تاكلوه بحال دابا، انا بحال هذا الشكل راني لقيتها شي فضلات، ها هما راه واخا يعني في لاحظوا معايا، واخا علافه هما دايرين فضلات ديالها، يعني واخا صغيره قد الفم ديالهم كيطلعوا وكي يرميو الفضلات ديالها. هذوك الفضلات دابا في هاد الوقيته ما غاديش ياكلوهم، لان ما حدك انت كتعطيهم في الاكل، هما راهم مزيانين، ممكن يخليو الفضلات وياكلوا الاكل. اما نقولوا الا مشاو حتى يعني بداو كيجوعوا كيوليو ياكلوا اي حاجه، اي حاجه واخا غير الخش ديال الارض ياكلوا. سمو كيوقع هذاك هو المشكل، الا مشاو تاكلوا من الفضلات ديالهم او يعني الفزق ديالهم، يعني كلاو منه، كيتصابوا بالانتفاخ. وكاين قضيه اخرى وهي الكوليستريديا، يعني الكوكسيديا والكوليستريديا. حنا ما نهضروش على كوكسيديا، يعني حتى هي ناتجه على هذا يعني سوء التنظيف، هي في الحقيقه كلشي ناتج على سوء التنظيف. الكوكسيديا والكوليستريديا، كاين كوكسيديا، نهضروا على الكوكسيديا وهي المرض اللي كيجيهم ديال الاسهالات، الاسهالات والانتفاخ. الانتفاخ والاسهالات هما هادو الشيئان اللي كاع المربي كيخاف منهم. يعني الكوكسيديا والانتفاخ والجرب، هادو كلهم الى جينا نشوفوا المحور ديالهم شنو هو، وهو التنظيف. الى مشيتو حتى نظفتو والبلاصه فين هما كياكلوا نظفتوها ونظفتي لهم المكان ديالهم، كونوا متاكدين ما غادي يتصابوا لكم بلا انتفاخ. الاول راه الارنب ملي كيصاب بانتفاخ راه اغلبيه كيموت، يعني اكثريه هاد الصغار بحال هكا خصكم تحضيو ديما الكرش ديالهم كيفاش راه دايره. نقولوا كاين خطا وجا الانتفاخ، اشنو المعمول؟ كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد الارنب هادي؟ اول حاجه غادي نتعاملوا معاه وهو مباشره يجي في الدهن ديالنا هو الخل، لان الخل هو اللي كاين في المنازل ديالنا. يعني نقولوا انت في الليل مثلا ما عندكش باش تمشي تخرج وتشري الادويه وهادي، اول حاجه ديروا له واحد القطيره ديال الخل مع الماء، هاد الماء بحال هكا الماء ديالهم، ديروا له معاهم قطيره ديال الماء او مع معلقه ديال الخل، ديروها مع الماء. منين تتاح لكم الفرصه انكم تخرجوا وتمشيو للفرماسيان، يعني كاين دواء اللي هو رخيص في الثمن، الباكيه الصغيره كدير 4 دراهم، الكبيره كدير 6 دراهم، هو اسمه هو بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم هادو هما اللي ممكن انكم ديروا حتى هي معلقه
صغيره ماشي كبيره ما تكثروش، هو ما كياديش ولكن ما تكثروش لهم منه لانهم كيتفشوا كيوليو كيوليو ضعافين اكثر من الحد. المهم ممكن انكم ديروا لهم معلقه ديال البيكربونات الصوديوم مع لتر ديال الماء وتعطيوها لهم، راها مخيره. يعني خلطتوا هاد جوج العنصرين يعني الخل وبيكربونات الصوديوم راه مضاد للسموم يعني جد جد فعال. بالنسبه للانتفاخ في اليوم الاول كتحسوا بالانف ديالكم تفشوا وبداو كياكلوا يعني طبيعي. يعني في الحقيقه الوقايه خير من العلاج، ما تخليوش يعني الانف ديالكم حتى يمرضوا عاد تمشيو تداويهم. لا كي تشوفوا يعني العلافه ديالهم توسخت حاولوا انكم تغربلوا هذاك الشيء تحيدوه ترميوه. المهم خص داك الشيء تكون متابعه يوميه، ما تخليوش داك الشيء يتراكم عليهم وحتى يمرضوا عاد باش نوضوا تداويهم. لا حاولوا انكم يعني تقوموا بالتنظيف اليومي. اذا الحلقه ديالنا هي هذه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم، ما تنساونا بزر جيم تكيو على زر جيم. وكنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.